لماذا يقع الشرك في بعض الأمة؟ ما هي أسباب وقوع الشرك حتى لا نقع فيها، حتى نحذر الناس منها؟ من أخطر الأسباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ثلاثة أسباب. الغلو في الصالحين إما مدحا أو قدحا. الغلو في قبور الصالحين، لأن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثان تعبد من دون الله. وكذلك من أسباب وقوع الشرك في الأمة، نعم، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أن العبادة لا يمكن أن تكون أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها. لا يمكن أن نجعل شيء من العبادة عند القبور كالصلاة والاستغفار أو قراءة القرآن. نعم. إذا ما هي أسباب وقوع الشرك؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الشرك؟ الغلو في الصالحين، الغلو في القبور، جعل شيء من العبادة عند القبور. ولا بد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل سبب يوصل إلى الشرك. إذن أسباب وقوع الشرك من أخطرها ثلاثة أسباب. الأول الغلو في الصالحين إما مدحا أو قدحا. فما هو الواجب تجاه الصالحين، تجاه الأئمة، تجاه العلماء؟ نتوسط فيهم، لا إفراط ولا تفريط، لا نركع ولا نسجد لهم ولا نتمسح بهم، ولا نسب ولا نشتم الصالحين، نكون وسط، نحب الصالحين كما أحب السلف. نعم، لأن أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، عندما عظموا الصالحين وصوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله. نعم، إذن هذا سبب من الأسباب، الغلو في الصالحين مدحا أو قدحا. السبب الثاني الغلو في قبور الصالحين. الأصل في القبور أن تكون خارج البنيان، خارج المدينة، خارج الأماكن التي تسكن فيها الناس. لماذا؟ ما الذي نجعل داخل البنيان بين البيوت؟ ما هو؟ من يعرف؟ المساجد. أما القبور تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك. إذن
نحرص على بناء المساجد داخل البنيان. والقبور خارج البنيان. ثم عند القبور نتوسط في القبور لا إفراط ولا تفريط. القبر نجعله يرتفع قدر شبر. يسنم هكذا. حتى يعرف أنه قبر. يوضع عليه حجر أو حجرين. لا إفراط ولا تفريط. يسنم القبر يرتفع قدر شبر عن الأرض. يوضع عليه حجر أو حجرين. هناك من يغلو في القبور يبني عليها القبب، يضع عليها صخرة صخور بناء سيراميك رخام شيء من الإسمنت من الطلاء الجدران من الورد المصابيح. لا، ما يمكن أن يصنع هذا في القبور. وعندنا نوع من الناس يمتهن القبور يطأها ويجلس عليها وينبشها ويتعدى على الأموات. خير الأمور الوسط، لأن البناء على القبور هو سبب وقوع الشرك في بعض هذه الأمة. نعم. السبب الثالث من الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أننا عند القبور لا يمكن أن نصنع شيء من العبادة. أي عبادة لا يمكن أن تكون عند القبور. إلا الزيارة الشرعية فقط. عندنا الزيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية وبدعية وشركية. زيارة الشرعية، أول الشرط الأول ألا يشد إليها الرحل، يعني لا يخرج يسافر من أجل زيارة القبور. حتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الشرط الثاني أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، تذكر الموت وما بعد الموت والخوف من الله. أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. الشرط الرابع أن لا يأتي بما يخالف الشريعة. أن لا يشد لها الرحل، ينوي تذكر الدار الآخرة، ينوي الدعاء له وللأموات، ألا يأتي بمخالف الشريعة. إن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند القبور، لأنه يظن أن الدعاء في هذا الموضع له فضيلة ومزية. نعم. فهذه زيارة بدعية. نعم. وإذا نوى دعاء صاحب القبر فهذه زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. بس زيارة
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصنع عندها شيء من العبادات. وكذلك لا نستطيع أن ندفن أحد في البيوت. لماذا؟ لأنه أصبح الآن عندما تدفن في أحد لم يصبح بيت، أصبح مقبرة. وكذلك المساجد لا يمكن أن ندفن فيها أحد. لماذا؟ لأن الله قال: وأن المساجد لمن؟ لله، فلا تدعو مع الله أحد، لا يمكن أن ندفن فيها أحد. إذن أسباب وقوع الشرك على ما ذكر المؤلف أخطر أسباب ثلاثة. الغلو في الصالحين كما حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. الغلو في قبور الصالحين. ترك لابد من ترك كل عبادة إلا الزيارة الشرعية عند القبور، والقبور تكون خارج البنية. فمن أسباب وقوع الشرك أننا نجعل بعض العبادات عند القبور.